الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، ونفعنا الله بعلومه، وجعلنا وإياكم من المتبعين لما ورد في كتابه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نستمع لعدد من الأحاديث التي ذكرها هذا الإمام ونعلق عليها بما تيسر، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. في هذا الحديث من الفوائد إيجاب المبيت في منى، فإنه لم يستأذن في ترك المبيت بمنى إلا لكون المبيت ليالي أيام التشريق من الواجبات. وفي الحديث أن أهل الأعذار يؤذن لهم في ترك المبيت بمنى، ومن هؤلاء من يتولى السقاية. وفي الحديث فضل العباس بن عبد المطلب وما كان يتولاه من سقاية الحجيج. وليالي منى هي ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس رضي الله عنه: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال الشعبي عن ابن عباس: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وقال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. في هذا الحديث من الفوائد فضل العباس رضي الله عنه وتولي سقاية الحجيج وسقاية زمزم. وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان من أهل الأعمال ما يتعلق بأعمالهم، ولذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم السقيا من العباس. وفي الحديث إكرام العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث رغب أن يسقيه من ماء نظيف لم تمسه أيدي الناس. وفي الحديث تكرار طلب الإنسان لما يطلبه إذا توقف من عنده الطلب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس مرارا: أسقني. وفي الحديث أن من امتنع عن شيء ولم يقم بالاستجابة لطلب، فينبغي به أن يبين العذر الذي جعله لا يستجيب، ولذا قال العباس لما توقف في الاستجابة: إنهم يجعلون أيديهم فيه. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد فضل سقاية الماء وعظم الأجر المترتب على السقاية. وفي الحديث أن الإنسان قد يترك العمل الصالح الذي فيه فضل وأجر مراعاة لمآلات الأفعال وما يؤول إليه أداؤه لذلك العمل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، وهم الذين يتولون السقاية، وهو واحد منهم، ومع ذلك تركه
لأعمامه وبقية أبناء عمومته من أجل ألا يزحمهم الناس في ذلك العمل. وفي الحديث توازع الناس الأعمال الصالحة وتقسيمها فيما بينهم، ولذا كانت قريش توزع الأعمال الصالحة فيما بينها، فيتولى كل قسم منها عملاً صالحاً. وفي الحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، فقال طائفة إنما فعل ذلك لبيان الجواز ولتوضيح أن النهي عن الشرب قائماً للكراهة وليس للتحريم. وقال آخرون بأنه إنما شرب قائماً لأن الأرض كانت من طين وكانت قد ابتلت بالمياه، فخشي على نفسه من أن يتأثر بالطين الموجود في الأرض. وقال آخرون بل هذا أمر متعلق بزمزم، فإنه يشرب ماؤها قائماً بخلاف غيرها من المياه. وهذا القول فيه نظر، لأن الأصل في الشريعة أن الأشياء المتماثلة تعطى حكماً واحداً. وقول عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، يعني فيه بيان الخلاف الذي من أجله شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائماً، فإنه كان قائماً على بعيره ولم يرد أن ينزل منه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل جيش الحجاج بابن الزبير رضي الله عنهما، أو عام حجة الحرورية، فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال لا يضرك أن تحج العام، وإني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، وأخاف أن يصدوك عن البيت، فلو أقمت. فقال قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه، وحلق رأسه وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل له كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. ثم قال إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم خرج وسار ساعة حتى إذا كان بظاهر البيداء نظر عبد الله في أمره، فقال ما أمرهما إلا واحد، فأهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، وأهدى هدياً مقلداً اشتراه بقديد. ثم قال قدم فطاف بالبيت وبالصفا لهما طوافاً واحداً، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، وأهدى فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، وأن ذلك مجزئ عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة. لما توفي معاوية ابن يزيد ابن معاوية، دعا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إلى مبايعته، طلب الخلافة. وكان من قرابة معاوية مروان بن الحكم الأموي، وقد بايعه بنو أمية ثم بايعه أهل الشام، فكان أهل العراق وأهل الحجاز
قد بايعوا ابن الزبير، وأهل الشام بايعوا مروان بن الحكم، وحينئذ حصل بينهم نزاع واختلاف، فأرسل مروان بن الحكم جيشا إلى ابن الزبير بقيادة الحجاج ابن يوسف الثقفي، وحينئذ كانت هناك معارك ومناوشات في مكة. في تلك السنة كان ابن عمر الصحابي الجليل العالم المعروف في المدينة، وأراد أن يحج ذلك العام، فخشي عليه أبناؤه من أن يصيبه شيء من الجند، وخشوا عليه من أن يكون هناك قتال فيناله شيء من الأذى. فلما أراد ابن عمر الحج عام نزل جيش الحجاج بابن الزبير أو عام حجة الحرورية، والحرورية فئة من الخوارج كانوا يقتلون المؤمنين ويكفرونهم، وقد قتلوا جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك الزمان، دخل عبد الله ابن عبد الله بن عمر على أبيه عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر في الدار وظهره قد أسنده، فاقترح عليه أن لا يحج في تلك السنة، وقال قد حججت كثيرا ولا تعلم ما الذي يحصل في الحج في هذا العام، ولا يضرك أن تحج هذه السنة، وإني لا آمن أن يكون هذا العام بين الناس قتال، وأخاف أن يصدوك عن البيت ولا تتمكن من إكمال المناسك، فلو أقمت بالمدينة ولم تذهب إلى الحج. وفي هذا بيان أن من المناسب للإنسان أن يجتنب مواطن القتال والفتن. قال ابن عمر قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين، يشير إلى عمرة الحديبية التي وقعت في سنة 6، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحال كفار قريش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت ومنعوه، وجاء صلح الحديبية، وكان من بنود صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتمر في ذلك العام، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وما معه من البدن، وحلق رأسه وتحلل. وفي هذا بيان أحكام الإحصار في الحج، وأن من منع من إكمال الحج ولم يكن اشترط فإنه يتحلل بذبح هديه ثم يقصر أو يحلق، وبذلك يجوز له التحلل. وفي هذا جواز النحر قبل الحلق في حال حصر الحاج عن الوصول إلى البيت. ولم يرد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أصحابه أن يعتمروا عمرة أخرى مكان عمرتهم تلك، مما يدل على أن المحصر ليس عليه بدل. فقال ابن عمر إن حيل بيني، أي إذا كان هناك من يمنعني من الوصول إلى البيت، فإنني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، بمعنى أنني أذبح هديي وأتحلل وأعود إلى المدينة. ثم قال أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتدي به وأسير على منواله حينما حصر عن البيت، والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي هذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية حجة، وفيه أيضا
من الفوائد مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فإن خلي بيني وبين البيت طفت وبالتالي أكملت عمرتي، وإن حبس أحدكم عن الحج فإنه يطوف بالبيت ويطوف بالصفا والمروة ويقلب نسكه ليكون عمرة، وبالتالي يتحلل. وفي هذا أن من منع من عرفة فإنه يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل، وحلله كل شيء. وفيه أن من أحصر عن الحج فإنه يحج عاما قابلا فيهدي، وإذا لم يجد الهدي صام. وفي هذا دلالة على أن كل من وجب عليه شاة فلم يجدها فإنه يصوم 10 أيام، سواء كان هدي تمتع وقران أو كان فدية أذى أو كان جزاء ترك واجب من الواجبات أو كان دم الإحصار. فحينئذ عزم ابن عمر على أن يأتي بعمرة، فقال: إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فهلا بالعمرة من ذي الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، سمي بهذا لوجود نبات الحلفاء فيه. ومن أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بالعمرة عام الحديبية، ثم إن ابن عمر خرج من ذو الحليفة وسار ساعة حتى إذا كان بظاهر البيدة وهو المكان المرتفع، ففكر في أمره ونظر فقال: ما أمر الحج والعمرة إلا واحد. وحينئذ قلب نسكه ليجعله نسك القران، فلبى بحجة وعمرة. وفي هذا دلالة على جواز قلب الإنسان نسك العمرة إلى نسك القران. وعلل ذلك بقوله: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، فإنهم إن صدوني عن الحج تحللت بذبح دم الإحصار كما لو صدوني عن العمرة. ثم حينئذ انقلب نسكه إلى القران، فقال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. وفي الطريق اشترى هديا من مكان يقال له قديد، وفي هذا دلالة على جواز شراء الهدي من الطريق. وفي هذا إشارة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع. قال: ثم قدم ابن عمر فطاف بالبيت، وهذا الطواف طواف القدوم المستحب، وطاف بالصفا لهما، يعني جعل سعيه بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. ولذلك فإن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد كما قال الجمهور خلافاً لفقهاء الحنفية، ولم يزد على ذلك فلم ينحر، يعني طاف وسعى وبقي على إحرامه، لم يحلق ولم يقصر ولم يذبح هديه، وبقي على الإحرام ولم يحل من شيء حرم منه. وفي هذا دلالة على أن القارن يبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي حتى يكمل مناسك حجه، ولم يحلق ابن عمر ولم يقصر حتى كان يوم النحر، وفي ذلك اليوم أهدى فنحر وحلق ورمى جمرة العقبة، وحينئذ تحلل التحلل الأول. والذي يظهر أنه لم يطف طوافاً آخر وجعل طوافه مع طواف وداعه، ولذا عبر عنه الراوي بقوله بأنه قد رأى أنه قد قضى ما عليه
من الطواف بطوافه الأول، وأن ذلك مجزئ عنه. ومن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، وأنه لما قدم مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج الواجب، ثم ذهب إلى منى فعرفة فمزدلفة، وبقي على إحرامه، وفي يوم العيد رمى جمرة العقبة، ثم ذبح هديه، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة الذي هو ركن، ولم يسعى واكتفى بسعيه الأول. وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. فهذا ما في هذا الحديث من الفوائد. نعم. وعن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: كلا، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكن هذه الآية أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكانت مناة حذو قديد عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها خالته، ولذا كان يدخل عليها، لأن المرأة لا يدخل عليها إلا محارمها، ومن هؤلاء أبناء أختها. قال عروة: سألت عائشة وأنا يومئذ حديث السن، فذلك أنه استشكل معنى آية، فظن أن قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أنه يعني عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، لأنه قال: فلا جناح عليه. فأفهمته عائشة أن هذا الفهم فهم خاطئ، وأنه لو كان كما تقول لكانت الآية: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وبينت له معنى الآية. وفي هذا دلالة على وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. والعلماء لهم في حكم السعي ثلاثة أقوال مشهورة، فعند الشافعي وأحمد أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به.
وقال بعض الحنفية بأن هذا السعي مستحب، واستدلوا عليه بفهمهم للآية وإن كان فهما خاطئا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج وليس ركنا فيه، فمن تركه فإنه يجب عليه دم. فهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال، لأن القول بجعله ركنا يحتاج إلى دليل، والأدلة التي وردت في السعي إنما تدل على وجوبه لا على ركنيته. فالمقصود أن عروة فهم أن هذه الآية أنه لا يوجد جناح على من ترك الطواف بالصفا والمروة، فردت عليه عائشة هذا الفهم. وحينئذ نعلم أن بعض الناس قد يخطئ في فهم الآيات القرآنية وينزلها على غير مراد الله جل وعلا، مما يقتضي أن ترد الأفهام في كتاب الله إلى علماء الشرع الذين يعرفون طرائق الدلائل ويتمكنون من قواعد الاستنباط ويفهمون النصوص وعندهم من المعرفة بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من فهم فهما خاطئا للنصوص ينبغي رده عن فهمه وتعليمه ما يكون صوابا في فهم الآيات القرآنية. وفيها أيضا أن من رد فهمه الخاطئ يبين له أسباب خطئه لئلا يتمسك بقوله ولئلا يعود إلى مثله. ولذا قالت له عائشة: لو كان كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وفي هذه الآية بيان سبب نزولها، فإنها نزلت في أمرين: الأمر الأول أن الأنصار كانوا يعبدون منات، صنم من أصنامهم، وكانوا يظنون أن بين هذا الصنم وبين الصفا والمروة عداوة، ولذلك كانوا في عمرتهم في الجاهلية لا يطوفون بالصفا والمروة. وحينئذ نزلت هذه الآية لإزالة ما لديهم من اعتقاد فاسد ولما كانوا يتحرجون منه. فقالت عائشة: كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك يا منات لبيك، وهكذا. وكانوا يعبدونها في الجاهلية، وكانت منات صنما موجودا في مكان قديد عند مكان آخر يسمى المشلل. فكان من أهل من الأنصار بحج أو عمرة يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عليهم حرج أو جناح إذا طافوا بين الصفا والمروة وكانوا لا يطوفون بينهما في الجاهلية؟ فنزلت هذه الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبالتالي يعلم بأن الطواف بين الصفا والمروة مشروع لمن حج أو اعتمر. وقول عائشة: قد سن رسول الله، أي جعله طريقة في عبادة الله في النسك، وليس المراد به أن السعي بين الصفا والمروة مستحب، وإنما المراد أنه قد جعله سنة يجب العمل بها. ولذلك قالت: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما، مما يدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة. ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن بقول عائشة، وفي هذا تناقل العلم والتحديث به في المجالس.
فقال أبو بكر بن عبد الرحمن وهو من علماء التابعين: إن هذا، أي هذه الرواية التي نقلتها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة، يعني من غير الأنصار ممن كان يهل بمناه، كان الناس كلهم يطوفون بالصفا والمروة، فلما نزل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قالوا إذن الطواف لا يكون مشروعا إلا بالكعبة، ومن ثم تحرجوا من أن يطوفوا بين الصفا والمروة، ولم يأتي فيه دليل يدل على مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي الحديث بيان أن الأصل في العبادات هو التوقيف، وأن ما لم يذكر من العبادات في الكتاب والسنة فإن الناس يفهمون من ذلك عدم مشروعيته وعدم جواز التعبد لله عز وجل به، فإنهم قالوا لما لم يذكر الله السعي بين الصفا والمروة دل ذلك على أنه غير مشروع وأنه حرج علينا أن نطوف بهما. وحينئذ قالوا بأن هذه الآية نزلت لسببين مختلفين، ولا يمتنع أن تنزل آية واحدة ويكون سبب نزولها واقعتين مختلفتين وكلاهما سبب للنزول. وعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، كنا نرى أنها كانت من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الحديث من الفوائد رجوع التابعين إلى الصحابة وسؤالهم عما يشكل عليهم من أحوال الناس ومسائل العلم. وفي الحديث ما كان عليه الناس في أول الإسلام من كراهة طرائق الجاهلية في أنساكهم. وفي الحديث أن ما ظن أنه من شعائر الجاهلية وهو من شعائر الله ينبغي أن يصرح به، ولذا نزلت الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الحديث أن الأصل في العبادات هو التوقيف، وأنه لا يشرع لنا أن نعبد الله بعبادة إلا وقد جاء الدليل ببيان مشروعيتها. وفي الحديث أن طرائق أهل الإسلام تخالف طرائق أهل الجاهلية وأفعالهم. وفي الحديث وجوب السعي بين الصفا والمروة، وفيه تفسير الآية الواردة في ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إنابة إليه وتوبة نصوحة وعملا صالحا ونية خالصة، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، وأن يتولى شؤونهم الدينية والدنيوية. ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.